الزيارة إيجابية جدا، التقينا في رئيس البرلمان السويدي وفي نائب رئيس مجلس الوزراء، وكان اللقاء إيجابي بشكل كبير. اليوم دولة السويد ودولة لها ثقلها في اتحاد البرلمان السويدي، تناقشنا معهم كذا قضايا، وكان للبرلمان الكويتي دوره في قيادة ملف القضية الفلسطينية من خلال المحاولة بتعديل بعض المواد في لائحة الاتحاد البرلماني الدولي تمهيدا لتجميد عضوية إسرائيل، لأن هذا الكيان الصهيوني شرعا الإرهاب. فكانت قيادة البرلمان الكويتي من خلال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في إقناع البرلمان السويدي بالوقوف أو الوقوف معانا بهذه التعديلات أتت بصورة إيجابية، ونتمنى يعني أن نرى كل خير منهم صراحة على الردود اللي جتنا. نعم، النائب عمر، ماذا عن التعاون في مجال التبادل التجاري والبرلماني بين الكويت ومملكة السويد وجديد هذين الملفين؟ نعم، طبعا هناك أكثر من قضية، من أهمها أن كنا نتمنى أن يكون للسويد سفارة في دولة الكويت، وأنها تكون هي المحطة في يعني عشان تفتح بيبانها وبيبان صناعاتها وثقافتها إلى منطقة الخليج والمنطقة العربية. تحدثنا كثيرا عن الاقتصاد وسبل التعاون ما بين وما بين السويد، لكن بالنهاية نحن البرلمانات نمثل صوت الشعب ولا نمثل الحكومة. تكلمنا من الجانب التعليمي وفي القضايا العربية، وكانت كل المحادثات للأمانة إيجابية، وسنرى قريبا النور لكثير من الأفكار اللي تم الاتفاق عليها، خاصة في التبادل الاقتصادي أو التبادل التجاري. نعم، وبعد الدعم البرلماني العربي المكثف للمبادرة الكويتية بشأن عزل الكنيسة الإسرائيلي، كيف كان التفاعل معها في ضوء المباحثات مع المسؤولين في ستوكهولم؟ هذا اللي نوهت عنه، المسؤولين أو البرلمان السويدي تقبل هذه الفكرة وراح يقعد ويفكر ويعطينا ردة، ولكن كانت ردود إيجابية ومقتنعة جدا في الحديث اللي كان ما بيننا وبينهم. والأخ مرزوق الغانم يعني أمانة كان له دور كبير في هذا الأمر، ونتمنى أن في لقاء دكة القادم السويد ستكون يعني الداعم أو داعم رئيسي للقضية أو قضيتنا الأولى وهي القضية الفلسطينية وفي تجميد قضية إسرائيل. نعم، النائب عمر الطبطبائي كنت معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم، فشكرا جزيلا لك.